السلام عليكم. اليوم نروح الولاية الجيجل اللي نقف على المشروع تاع ربط ميناء جنجن بطريق سيار شرق غرب على امتداد مسافة 110 كيلومتر، وهذا المشروع اللي عرف تأخر كبير، يبدو أنه في الآونة الأخيرة أعيدت الحياة إليه وراح في مرحلة إعادة الانطلاق تاع الأشغال هذه بإعادة تنظيم المؤسسات هذه اللي راح تنطلق الأشغال معها، وهي مؤسسة إيطالية ومؤسسة تركية وكذلك شركة هابطة الجزائرية. إذن سوف يعاد الانطلاق الأشغال هذه مع هذه الشركات الثلاثة، وانا كرأي يعني حبذا لو ننهي الاتفاق مع هذه الشركات ونعطي المشروع الى شركة صينية، لان الصينيين برهنوا على الكفاءة تاعهم وعلى التحمل ديالهم المشاكل والصعاب نتاع الاشغال في مثل هذه يعني التضاريس، خاصة يعني في المشروع هذا اللي فيه زوج جسور فوق سد تبلوط وفيه أنفاق وفيه كثير، يعني سوف يصعب التنسيق بين ثلاث شركات. حبذا لو يعطى المشروع هذا إلى شركة صينية. إذن معليش حنا نشوفوا بما أنه الانطلاقة جديدة قد بدأت، نخلي المشروع يكتمل وسوف نشوف الأيام القليلة يعني القادمة ماذا سوف تخبئ لنا. نخليكم تتابعوا تصريح تاع والي ولاية جيجل إذن في الموضوع هذا، ومتابعة طيبة والسلام عليكم. اليوم وقفنا أولا على مدى تكفل تنفيذ الشيء اللي كان متفق عليه خلال آخر زيارة لشرف ياسين الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية. بعض الأمور الإيجابية لاحظناها في الميدان، كما لاحظنا بعض الأمور اللي لم تجسد واللي اليوم تناقشنا فيها كثيرا. الشيء اللي نجم نقولوه أولا أنه على مستوى الجانب الإداري المحلي كل التراخيص وكل الوثائق المطلوبة على مستوى الجماعات المحلية وإدارتها المحلية كلها تم إمضاؤها، يعني ما بقاتش أي وثيقة مطلوبة أو في الانتظار. الثانية اللي حكينا عليها هو مسألة تغيير بعض الأماكن لبعض التجهيزات، انستالاسيون. هذا الشيء هذا يعني على مستوى الشركة الأولى المشروع اللي عندها نوع ما تأخذ النقاش بأنه هناك بعض النقائص اللي مازال إدارية اللي مازالت موجودة في المشروع هذا، منها بعد إمضاء الملحق 12 اللي الناس كامل تحدثت عليه بإسهاب، اليوم لابد من القضي والاستعجال في تجسيد عناصر هذا الملحق هذا، وهذا الشيء اللي راح إن شاء الله نعملوا عليه مع لوماتر دو فاروج ديليكي الشركة المؤسسة المكلفة بالأشغال اللي هي الجزائرية لطرق السيارة، بالتنسيق مع مصالح الوزارة المعنية أنه نستعجلوا تجسيد الطرف أو الشيء اللي مطلوب من جهة الإدارة الجزائرية باش تبقى فقط على عاتق مقاولات الإنجاز أنهم يستعجلوا وضع جميع الإمكانيات البشرية والمهندية البشرية على مستوى المشروع، وتم إيقافهم لأسباب توقف الأشغال آنذاك. الأمل يبقى موجود لأن الإرادة موجودة، الإمكانيات اليوم ما نجموش نقولوا المشروع راهو ممول، ما بقاش فيه مشكل تاع التمويل بالنسبة للمشروع، وبالتالي مسألة ضبط بعض الأمور ما بين جميع الأطراف المتداخلة في هذه العملية، نقول باللي راح تكون فيها الانطلاقة خلال كما قلت من قبل خلال هذا السداسي هذا، يعني سبتمبر إن شاء الله نعرفوا الوتيرة الحقيقية للمشروع بإذن الله. شكرا.